اهلا بيكم في حلقه جديده. النهارده فيديو جديد هنتكلم فيه عن برج مهم جدا في القناه وبرج بحبه جدا. اكيد انتوا عارفين بحب البرج ده ليه، عشان برج عمر ابني. وهنتكلم عن برج الدلو الهوائي، وهنتكلم عن نصائح مهمه جدا وتحذيرات وتوقعات لبرج الدلو لشهر مارس 2020. هنتكلم على شهر من النهارده، يعني من اول يوم 21 مارس لحد يوم 30 مارس، يعني هنتكلم على شهر و10 ايام. كالعادة بليز ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتابعوني على السوشيال ميديا، على انستجرام وعلى الفيسبوك، وتقولوا لي بتتفرجوا عليهم فين، انتوا برج ايه. طبعا كل الناس، شكرا لكل الناس اللي طالعه تعبانه جدا عشان عامله سيرجري كبيره جدا في بقي ولثتي، وحالتي صعبه جدا. وناس كتير بعتت لي على الانستجرام فثانك يو، لان انا كنت نزلت بوست ان انا تعبانه وكده. طبعا مش قادره احكي لكم يا جماعه الجو برد عندنا في مصر ازاي. الجو صقيع صقيع صقيع، يعني برد بطريقه مش طبيعيه. طيب هنتكلم عن برج الدلو. برج الدلو اول حاجه في نطاق العيله، شايفاك قررت ان انت تساعد العيله، كانك بتسبورت العيله، كانك عامل هدنه كده. ممكن تكون كان في مشاكل عندك مع اصدقائك او مع العيله، او في مشاكل كتير عندك، فانت قررت ان انت تعيش في سلم، تعيش في راحه بال. يعني ايه؟ زي انك انت بتقول المشاكل انا مش عايز، خلاص سيبيني في حالي يا مشاكل، انا عايز استقر في حياتي. فشايفه في حاله استقرار عاطفي او حاله استقرار نفسي ما بينك وبين العيله وما بينك وبين الاصدقاء. يعني انت قلت خلاص مش عارف ومش عايز، وايه انا عايز سبورت العيله. شايفاك بتساعد اهلك، بتساعد اصدقائك، شايفاك مصدر دعم قوي جدا جدا للاهل. يعني ممكن انت تكون مثلا حد من اهلك يطلب منك المساعده وانت هتسبورت الشخص ده، او حد صديق عزيز ليك ممكن يطلب منك خدمه او يطلب منك طلب شخصي ان انت تعمله له وانت هتعمله له، هتكون سبب في نجاح الشخص ده او سبب ان هو يحقق حاجات كثيره نفسه فيها. طيب على المستوى الصحي، شايفه برج الدلو بالعكس صحيا كويس جدا جدا، ما عندكش اي مشاكل صحيه، تاتش وود يعني. بلس كمان ان انت لو حتى كان عندك مشاكل صحيه، شايفه ان انت بتتعافى وان انت يعني ايه بتبقى افضل وافضل. طيب على المستوى العملي، شايف عندك فرص كويسه جدا في العمل، شوف فرص كويسه جدا جدا في النجاح وفي صناعه الفلوس. بس حاول ان انت يعني ما تدخلش في حاجه فاينانشال انت مش فاهم فيها، لان انت ممكن تتعرض للنصب او حد يخدعك او حد ياخد منك فلوس او حد يكون سبب يعني سبب في ان انت تتخدع او يبقى مطلوب منك فلوس، او يعني حاول ان انت ما تدخلش في اي حاجه ماليه الا ما تدرسها سنه وجاني قوي، الا بعد الدراسه، لان بقول زي ما قلت ممكن تكون الموضوع ده سبب في ان انت تنصب عليك، او انت كمان تكون تدخل في حاجه ليها علاقه بحاجه فاينانشالي مش مظبوطه. فما تدخلش اي حاجه انت مش ضامنها او مش عارفها. برج الدلو، شايفه كمان برج الدلو عندك خروج من حاجه ليها علاقه بالماضي، كانك انت كان في حاجه مؤثره عليك من الماضي، حاجه بتفكر فيها ليها علاقه بالماضي، هتنساها، هتشيلها من دماغك، هتحاول ان انت يعني ايه هترميها يعني. فانا شايفه ان انت بالعكس، يعني في حاجه ليها علاقه بالماضي هتتحرر منها وهتنساها، وكنت مثلا متشائم منها او كنت بتضايق منها، لا انت هتخرج من الطاقه دي وعندك طاقه تفاؤل كويسه جدا جدا. شايفه في العمل عندك نجاحات، عندك تقدم، بتحتفل بحاجه في العمل، ممكن تكون عملت انجاز كويس، شايفاك بتحتفل بيه او مبسوط بيه، شايفاك بتحاول ان انت تبين قدراتك، عندك حلم حاطه في دماغك، بتشتغل بجد، بتشتغل بجهد، شايفاك بتشتغل على نفسك، بتطور من نفسك. ممكن كمان تكون يا برج الدلو بتتعلم مهارات جديده او بتتعلم حاجه جديده، هتكون زي كورسات زي حاجات جديده هتكون سبب في ان انت تبقى افضل في شغلك او هتبقى احسن في شغلك. فشايفاك يعني بتشتغل على نفسك، بتطور نفسك، بتحاول ان انت تكبر من نفسك، تكبر من طموحاتك. انا برج الدلو يا جماعه بعتبره دايما الابراج الطموحه. بس عندك حاجه جديده في العمل او في حياتك الشخصيه، عندك نهايه وبدايه، نهايه الحاجه اللي مش كويسه وبدايه الحاجه افضل، ودي حاجه كويسه جدا يا برج الدلو. انت اصلا من الابراج الاكثر حظا، يعني اي حاجه تحصل لك هيبقى فيها حظ وفير ليك يا برج الدلو. فانا شايفه ان انت يعني كان عندك بدايه لحاجه كويسه في الشغل، او مشروع جديد، فكره جديده، عمل جديد، بروجكت جديد، بس انت مبسوط جدا وفرحان بالبدايه دي، وشايفاها هتبقى سبب سعد ليك او سبب نجاح وتفوق، ودي حاجه انت كنت بتحلم بيها. شايفه ان مديرينك او الناس المسؤوله عنك هيحسوا ان انت شخص متفوق، هيحس ان انت شخص بتشتغل على نفسك، بتجتهد، مجتهد، بتحاول مره واثنين وثلاثه، مش قاعد مكانك، لا انت شخص مجتهد، وشايفين انت بتبذل مجهود وبتحاول، حتى لو ما قدرتش توصل للي انت عايزه الشهر ده، بس الا ان شايفه رؤسائك في العمل والمسؤولين عنك
شايفين جهدك، شايفين اجتهاداتك، شايفين ان انت بتبذل جهد كبير جدا جدا عشان توصل للي انت عايزه، شايفاك بتساعد حد من العيله. زي ما قلت علاقتك بعيلتك هتقوى اكتر. برج الدلو من الابراج اللي بتحب العيله، ما بيحبش الانفصال عن حد، بيحبه، بيحب الاستقرار اكتر. فشايفاك ثاني مركبه حديد وحاجات غريبه، فشايفاك يعني مبسوط في العيله، يعني في جو عائلي حلو، في ضحك، في هزار، في حاجات حلوه جدا جدا. طيب انا الناس اللي بتفكر في السفر، لا مش شايفه في سفر في شهر مارس، وما بشجعش على السفر، شايفه السفر مش هتبقى فرصه كويسه ليك، بالعكس بشجعك على الاستقرار في بلدك او في مكانك. ممكن تكون الظروف مش كويسه اقتصاديا او الظروف مش كويسه صحيا، بس انا مش بشجع برج الدلو اطلاقا على السفر ان هم يفكروا في السفر. لو بتفكر في السفر اجل الفكره الفتره دي، مش هتبقى سفره موفقه او سفره مش لطيفه قوي. برضو شايفه ان شايفه برج الدلو عندك مصدر كويس من المال، جالك فلوس كويسه في شهر مارس، الفلوس دي انت هتساعد بيها حد او ممكن تبقى تسلفها جزء منها لحد. شايفه ان انت بتساعد حد بجزء مالي او ممكن حد يطلب منك المساعده وانت هتسبورت الشخص ده. شايفاك بتدعم ناس كتير جدا، او انت مصدر دعم او انسبيريشن لناس كتير موجوده في حياتك يا برج الدلو. شايفه عندك باور، شايفاك حاطط تارجت قدامك وعمال مركز جدا جدا ان انت توصل للتارجت ده، يعني كانك انت بتقول انا هوصل، يا اما هوصل يا اما هوصل. هو ده الدلو اللي انا عارفاه، الدلو العنيد جدا يا جماعه، لان الدلو من اكتر الابراج اللي انا بعتبرها ابراج عنيده جدا. كمان شايفه ان برج الدلو عندك بدايه جديده، قلت البدايه دي ممكن تكون بدايه عاطفيه او بدايه في العمل او بدايه مشروع جديد او بدايه فكره جديده او بتشتري حاجه، ممكن تكون بتفكر تشتري حاجه جديده، الموضوع حاطه في دماغك. طيب تعالوا بقى نتكلم عن برج الدلو الحب، قولوا لي القراءه دي بتتفق معاك ولا لا، قولوا لي بتتابعوني من فين وانتم برج ايه. تعالوا بقى نتكلم عن برج الدلو الحب وماذا يقول الحب لبرج الدلو. نبدا بالمنفصلين يا جماعه، عشان المنفصلين دايما بيسالوني. المنفصلين شايفه فرصه كبيره جدا للرجوع لشخص من الماضي، يعني اما انت هترجع لشخص من الماضي، الشخص ده كنتوا زعلانين مع بعض، كنتوا سايبين من بعض، كان في مشاكل، بس انت كنت بتفكر فيه، كنت بتراقبه، هو كمان كان بيراقبك. فشايفه معظم الناس عندهم رجوع للماضي لشخص من الماضي، يعني المنفصلين 70% عندك رجوع من الماضي، في 30% مش عايزين يرجعوا للماضي، شايفه ان عندك فرصة مع شخص جديد، شخص داخل حياتك جديد، شخص مميز، شخص ناجح، شخص اتراكتيف، شخص ستايلست كده وبيلبس حلوة جدا وهيعجبك قوي يا برج الدلو وهيخطف قلبك. فانا شايفة المنفصلين مش هيفضلوا منفصلين وسنجلز، لا شايفة ان اما في رجوع بالماضي ونسبة تانية هيبقى فيها قلاقة حب جديدة. بس الناس اللي بتفكر ترجع في الماضي، لا انا شايفة ان في opportunity ان انت تتكلم مع شريك حياتك اللي انت انفصلت عنه ويحصل فيه conversation ما بينكم، ويبقوا تبقى فرصة كويسة ان انتوا ترجعوا لبعض وتتكلموا مع بعض. طيب تعالوا نتكلم للمرتبطين او الناس اللي هم الكوميتد او يعني من برج الدلو. بليز حاولوا تهدوا اللعب شويه، لان ممكن شايفه في زعابيب، يعني خناقات، مشاكل، شك ما بينكم وبين بعض. يعني في ممكن تكون في حد فيكم اكتشف ان حد الطرف الاخر في علاقه ثلاثيه، او في حد بيتكلم معاه او معجب بيه، ودي ممكن تكون سبب في مشكله. يعني ففي علاقه ثلاثيه، في العلاقه دي احتمال كبير، بس انا بشجع ان انتوا تهدوا المشاكل، بلاش تفكروا في الانفصال، بلاش تكبروا المشكله، عادي كل حاجه تحصل بالتفاهم. فلو في حصلت مشكله يا ريت يعني نتحاور مع بعض، لان شايفه ان في مشاكل عاطفيه او مشاكل ما بينك وما بين شريك حياتك، لو انت ممكن تؤدي الى بعد او انتوا تبعدوا عن بعض او تنفصلوا، مش هتطلقوا بس هتنفصلوا لفتره مؤقته، علشان في حد فيكم هيكتشف ان التاني على علاقه بشخص اخر، او ان هو بطل يحبه، او ان هو بيتكلم عنه بطريقه مش كويسه، او ان في طرف تالت في العلاقه. فحاولوا ان احنا لو اكتشفنا حاجه زي كده بلاش ارتباط، مش قادر اتكلم. لو حصل ان انتوا اكتشفتوا حاجه زي كده بشجع ان ما يبقاش في طلاق، بالعكس اتكلموا مع بعض، اتناقشوا مع بعض، حاولوا يبقى في يعني conversation ما بينكم، اصفحوا لبعض، افتكروا الحاجات الكويسه في حياه بعض. شايفه ان في يعني تقدم قوي جدا جدا في العلاقه لو انتوا صبرتوا، مفيش رد فعل سريع. طيب الناس العزاب من برج الدلو،
شايفه ان في شخص جديد هيدخل حياتك يا برج الدلو. الشخص ده يعني هو مختلف عنك، وفي تحديات كتير جدا جدا بينكم وبين بعض، يعني في مشاكل ممكن تكون ما بينكم، او في تحديات من الاهل، يعني اهلك او اهل الشخص ده يبقى الاثنين رافضين لان العلاقه صعبه شويه. ممكن تكون في فرق سن كبير ما بينكم، في تحديات قويه جدا جدا في العلاقه دي، ممكن يكون في فرق في جنسيه، فرق بس في فرق او في مشاكل ممكن تؤدي الى ان الاهل يكون عدم في وفاق. بس انا شايفاكوا قد التحدي، انت والبارتنر ده هيبقى فيه، هي علاقه اكسبشنال، علاقه جديده بس علاقه قويه، علاقه حب فيها انت كانك الشخص ده فيه كل حاجه انت بتدور عليها او نفسك فيها. اول ما هتشوفه هيخطفك. الشخص ده تعرف عليه عن طريق العمل، عن طريق شغلك، او تعرف عليه عن طريق احد الاصدقاء. الشخص ده ممكن يكون شخص جديد او صديق قديم ليك هتتحول لحب، بس شايفاها ان هي بدايه حب قوي جدا. حب ممكن ينتهي بارتباط رسمي او زواج او خطوبه، لان هو حب عقلاني. الشخص ده فيه كل الصفات اللي انت بتحبها زي ما قلت، اتراكتيف، دمه خفيف، ناجح جدا، ممكن يكون مشهور، ممكن يكون شخص عنده معجبين كتير، هو شكله حلو، انت بيعجبك شكله او هو شكل بيعجبك. بالرغم قلت ان في تحديات كبيره، التحديات دي ممكن تكون في السن، في الجنسيه، في مشاكل، ممكن يكون الشخص ده كان مرتبط وانت مش مرتبط، او انت مرتبط وهو مش مرتبط، بس في مشاكل ممكن تحول. بس انا شايفه ان في فرصه لارتباط جدي او زواج ما بينك وبين الشخص ده، يعني عندك بدايه جديده في الحب. يعني الناس العزاب عندهم بدايه قويه جدا جدا في الحب، وعلاقه حب جديده هتثمر ب يعني هتثمر بزواج او علاقه قويه عاطفيه قويه وناجحه جدا جدا، بشجعكم عليها. حاول بس ان انت تنسى الماضي للناس العزاب، حاول ان انت تفكر في الجاي، حاول ان انت تبقى مركز في ان انت تنجح علاقتك مع شخص جديد، بلاش هوائيه. انا شايفاك الشهر ده مش ملول قوي، بالعكس اكثر استقرارا عاطفي، لان الدلو عنده مشكله رهيبه ان الدلو ملول جدا، بيزهق بسرعه جدا. بالعكس الفتره دي حساك لا عندك استقرار عاطفي، عارف انت عايز ايه، عارف انت رايح فين، ودي حاجه كويسه جدا جدا. بشكركم، قولوا لي القراءه دي تتفق معاكم ولا لا، قولوا لي تتفرج على فين، انتوا برج اعملوا شير كتير كتير حتى تعرفوهم. برج الدلو، برج الدلو برافو عليكم. انا شايفه ان الشهر ده هو شهر المساعدات الانسانيه، سواء الناس تعرفهم او الناس ما تعرفهمش، شايفاك بتسبورت، شايفاك بتدعم، شايفاك بتترين ناس، شايفاك شغال على نفسك وشغال على الاخرين وعندك هدف مركز فيه. فجو اون، شايفك رؤى ايجابيه جدا جدا. بتمنى لكم السعاده يا برج الدلو، انتم من اكتر الابراج حظا في النص الاول من السنه، وكمان السنه كلها يعني. شكرا، اشوفكم في فيديو تاني، مع السلامه، باي باي. انبسطت قوي ان انا معاكم النهارده، قولوا لي القراءه دي بتتفق معاكم ولا لا، قولوا لي تتفرجوا عليه فين، انتم برج ايه. ثانك يو، باي.